باد أبل. أول ما تسمع الإيديوم أو المصطلح باد أبل هيتبادر لذهنك مباشرة الصورة دي، إن عندك تفاحة أو أبل والتفاحة دي فاسدة. لكن باد أبل is an idiom، هي عبارة عن مصطلح. وفهمنا كلمة مصطلح أو إيديوم هي مجموعة من الكلمات، كل كلمة منفردة لها معنى، لكن لما بنجمع الكلمات دي مع بعض بيعطينا معنى جديد. باد معناها سيء وأبل معناها تفاحة، فمش هنقول تفاحة سيئة. باد أبل هي عبارة عن إيديوم أو تعبير إنجليزي معناه شخص سيء. شخص سيء is a bad apple. طيب ال bad apple أو الشخص السيء is a person who creates problems، شخص بيخلق المشاكل. We use this idiom when somebody's behavior has a negative influence on others، لما يكون شخص ليه تأثير سيء على الآخرين بنستخدم الإيديوم a bad apple. Let's have an example. أحمد was fired from his work، أحمد طرد من شغله. Because his boss، لأن المدير بتاعه، and his colleagues، ورفقائه أو زملائه في العمل، said that he was a bad apple، إنه شخص سيء أو بيتسبب في المشاكل. خلونا نقرأ المثال مرة تانية. أحمد was fired from his work because his boss and colleagues said that he was a bad apple. شايفين الطالبة دي؟ الطالبة دي بتتسبب في مشكلة وهتسبب للآخرين كمان مشاكل. في الحالة دي لما يكون عندي شخص في العمل أو في أي مكان بيسبب مشاكل وبينتج عن المشاكل دي مشاكل أخرى، هنسمي الشخص ده a bad apple. When a child makes troubles and causes others to make troubles as a result، في الحالة دي بنسمي الشخص ده a bad apple. Example، مثال. One troublesome child، يعني طفل بيتسبب في المشاكل، can be like the bad apple infecting others، يعني هو مسبب لمشاكل والعدوى دي بتنتقل للآخرين. الموظف الكسول اللي بيتسبب في تعطيل سير العمل نقدر نسميه a bad apple. There is always a bad apple in every company، يعني في شخص سيء دايما في كل شركة. There is always a bad apple in every company. الإيديوم a bad apple مش لازم نطلقه على الأشخاص فقط، لكن نقدر نستخدم الإيديوم أو المصطلح a bad apple على أي شيء له تأثير سيء على شيء آخر، زي البوليسيز الأفكار والأيدياز الأفكار. A bad apple may also mean has a bad effect on something. Let's have an example. خلونا ناخد مثال. The new policy، السياسة الجديدة، is a bad apple، لا تأثير سيء جدا أو كانت سيئة جدا for the whole company، على الشركة بالكامل. The new policy is a bad apple for the whole company. السجين أو المجرم نقدر نسميه a bad apple. A bad apple equals a criminal. كلمة criminal معناها مجرم، هي نفسها نقدر نستخدم محلها a bad apple. شوفوا المثال. Such a bad apple should be put behind bars. He is a criminal. هنا هنترجم كلمة bad apple بمعنى سجين أو مجرم. منين عرفت؟ لأن هنا بيقول لي should be put behind bars، لابد أن يوضع خلف الأسوار. He is a criminal، هو مجرم. المثال مرة تانية. Such a bad apple should be put behind bars. He is a criminal. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.